الفسحة الرمضانية طوال أيام الشهر الكريم في شارع المعز لدين الله الفاطمي ليها شكل تاني خالص. الأجواء هناك فيها روحانيات مختلفة، بتلاقي أمسيات ثقافية، بتلاقي حلقات في الذكر والمديح النبوي في أماكن كتير زي بيت السحيمي وبيت القاضي. خلينا نشوف أهم الفعاليات وأهم الحاجات اللي بتحصل في شارع المعز. شارع المعز الأثري بالقاهرة يمثل واجهة مفضلة لقضاء الليالي الرمضانية بين ومضات التاريخ الإسلامي وسحر العمارة الفاطمية وجاذبية الطراز الأثري المبدع. فبعد تناول الإفطار في مطاعم حي الحسين التاريخي أو حتى في المنزل، يكون مناسباً القيام بتمشية في شارع المعز، حيث تتواجد الكثير من المقاهي التي تسمح لروادها بالجلوس بين عبق الماضي وروحانيات شهر رمضان. ويظل شارع المعز علامة مميزة في الآثار الإسلامية في مصر والعالم، وحيث يعد أكبر متحف مفتوح للآثار الإسلامية في العالم، ويضم 32 أثراً تمثل كل الحضارات التي جاءت لمصر بعد الفترة الفاطمية، وتتميز آثاره ومبانيه بالعمارة العسكرية والمدنية والدينية. شارع المعز كان يعرف قديماً باسم الشارع الأعظم، وفي مرحلة تاريخية لاحقة عرف باسم قصبة القاهرة، حيث كان يقسم مدينة القاهرة إلى قسمين متساويين، وكان يمثل المركز السياسي والتجاري والروحي للقاهرة الفاطمية. في إعادة إحياء مصطفى للقاهرة التاريخية الغنية الحقيقة بنسجها العمراني، الآثار اللي فيها، المباني اللي فيها، وفي حنين كده منا إحنا كمصريين إن إحنا نرجع نشوف تاني شوارع زي طبعا شارع المعز ونخرج فيه تاني. شفنا رمضان كان ناس كتيرة قوي بتخرج فيه، لأنه إحنا عندنا دايما حنين للنوع ده من المباني التاريخية اللي بتعبر عن أصالة مصر وريادتها في الوقت ده على طبعا الشرق الأوسط والبحر المتوسط ككل. صحيح، أنا متفق معاك، وخليني أقول برضو شارع المعز ده يعني كان هو محور القاهرة، هو كان زي صلاح سالم كده مثلا أو زي الطريق الدائري، كان هو أهم شارع في القاهرة الإسلامية القديمة. فهتلاقي التنوع فيه جميل، يعني في زي ما سمعنا في التقرير عمارة عسكرية، في عمارة مدنية، في عمارة دينية، مساجد، في آثار من الحقبة الفاطمية، في من المماليك، في من العثمانيين. المآذن عموما بتعرفي تميزيها في القصة دي، لأن في مآذن مملوكية ومآذن عثمانية، فكل ده ليه طعم تاني خالص. لما تشوف السبل اللي هو السبيل، كان زمان ما فيش بقى كولدير وزير وكده، كان في السبيل. كل دي كانت حاجات أعتقد إن هي يعني إيه ممثلة جيدا وموجودة جيدا في شارع المعز.